مع خولة الخلصي على اي اف ام احلى راديو. عسامتكم جديد، هذا الماك دي كان. مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير للناس اللي مازالوا كيتحقوا بينا، ونقول لك صباح الخير قيس بنينه. مرحبا، صباح الفل، صباح النور خولة، صباح النور للناس اللي يسمعوا فينا الكل. الوغ سي قيس، نحكيوا على لا كوب دي موند. وي، 42 يوم تقريبا يوصلون على انطلاق المسابقه الاكبر في العالم. نحكيوا على كاس العالم فيفا قطر 2022، يعني باش نحكيوا شويه على باش نحكيوا برشا حاجات. دونك منهم مثلا قيس، وانت قولي، دونك فما شركه طيران مغربيه عملت دي جيست، عملت تخفيضات للجمهور المغربي باش يمشي يتفرج. نحكي على الجيست اللي عملتها شركه الطيران المغربيه، هذه اللي يعني حبت تسهل الحضور الجماهيري المغربي لقطر والدوحة لتشجيع المنتخب المغربي. دونك عملت تخفيضات. السؤال، تونس زعما احنا شو محاضرين احنا على الحقيقة؟ هذا هو السؤال المطروح واللي ما عندوش إجابة، لأن حتى التوا يعني الجمهور التونسي قاعد يحاول بإمكانياته الذاتية كيفاش يلقى أرخص الأسعار. كي نحكيو على السكن، نحكيو حتى على تذاكر السفر، يعني صعوبات كبيرة ومبالغ كبيرة برشا يعني باش يتكبدوها التوانسة للسفر للدوحة لحضور كأس العالم ومباريات تونس الثلاثة اللي نذكروا بهم، ضد المنتخب الدنماركي في المباراة الأولى، ضد المنتخب الأسترالي في المباراة الثانية، وضد المنتخب الفرنسي في المباراة الثالثة. الشركة المغربية كانت عملت تخفيضات كبيرة، قلنا تقريبا 5000 درهم، حدد سعر هو 5000 درهم مغربي، نحكيه على 467 أورو تقريبا ثمن التذكرة الواحدة للدوحة. كيف هذه في إطار اتفاقية كانت صحتها الشركة المغربية هذه مع الجامعة المغربية لكرة القدم. دونك هذه التسهيل، وهذا اللي يحاولوا أنه يخليوا أكثر عدد ممكن من الجماهير المغربية تحضر في قطر. بالنسبة لنا احنا في تونس حتى التو ما فماش حتى تحركات باش نحاولوا نسهلوا على التوانس اللي باش يمشيو من تونس للدوحة. فما حتى شيء حتى التو، يعني التوانس قاعد نشوف في برشا تعليق من وبرشا وصلونا لهنا يحكيوا على صعوبات حتى في ايجاد السكن، فما في رحلات التذاكر الطيران يعني غاليين برشا. يعني لو تصور رحلة القطر تنجم تكلف ملايين الكأس العالم هذه هي يعني نحكيو على التروفي، تعرفش قداش يوزن الحقيقه؟ لي قولي. نحكيو على النسخه الحاليه توزن تقريبا 6.175 كيلوغرام. فيها تقريبا 75% منها ذهب من عيار 18 تاكوردو بي، برشا فلوس، يعني قيمتها يعني الماليه تقريبا نحكيو على 10 مليار دولار. تحب تحكي لي على النسخه نتاعو؟ النسخه الاولى هي بدات، راه هذه النسخه الثانيه. النسخه الاولى اللي كانت سرقت عديد المرات، وهي باسم يعني كيفاش ينجموا يسرقوا تخوفي هكا؟ سؤال، كيفاش تسرق التخوفي؟ بالضبط، خاطر هو راهو يعني قيمته الماليه كبيره برشا، وحتى قيمته اكثر من الفلوس. يعني راهو كي نحكيو على كاس عالم وراهو سيتو كي نعرفوا يذهب يعني نجم يذوب، وهذا ما صار في وقت سابق. صارت حادثه اولى عام 83 تحديدا نهار 19 ديسمبر، حادثه غريبه واعتبروها البرازيليين يعني سميها وصمه عار على البرازيل ككل. يعني نسخه تاع كاس العالم تسترق من بلاد الكوره، يعني حاجة غريبة برشا. ومعتها الكأس هذه ما لقاوهاش، الكأس القديمة هذه يعني ما تلقاش. يعني مشيت سيذبت وتبيعت تسمى كأس النصر أو كأس جوليمي، اللي هو هذا في الصورة اللي نشوفه فيه، هو تسميت باسمه، هو رئيس فيفا معتها السابق ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. تشوفوا يعني النسخة الأولى كيفاش كانت مزيانة وتحليها عام سنة بدلة على النسخة اللي نعرفوها.
بالضبط. كأس النصر هو إله النصر عند اليونانيين، هذيك كانت النسخة الأولى اللي كان يعني تحفة فنية بالحق، محليها سرقت في العديد من المرات. فما مرة أخرى زادها فما عصابة من اللصوص كانت هجمت مبنى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وكانت كتفة العساس بكل بساطة، وهزت الكأس الأصلي وحطوا نسخة في بلاصتها. هذا اللي نحكيه على عام 1938، ولا من وقت النسخة هذيك ما لقاوهاش. النسخة هذيك اللي نحكيه على كأس النصر طولها 35 سنتيمتر وتوزن 3.8 كيلوغرام من الذهب الخالص، وفيها الحجر الزمرد، يعني كما قلنا بالحق حق انها تكون نقول عليها تحفة فنية. وهذه كما قلنا ما كانتش أول مرة، مرة أخرى عام 1938 زاد كانت تسرقت خولة النسخة هذه، وكان رئيس الاتحاد الإيطالي نسخة كانت عنده، كانت خبيها في صندوق وخليها تحت السرير نتاعو في داره، وهكا منعت الوقت على النسخة هذه. هذه منعت من هذه محاولة 88 دونك 38 محاولة. وفما عام 1938 انا قلت 88 هكذا نرجعوا نقول 38 عام 1938 بالدقه. مره اخرى عام 1966 مجهولين زاد نجحوا في سرقه كاس العالم من احدى قاعات العرض في لندن، والسلطات الامنيه بعد جهد جهيد تمكنوا من استعادتها، لكن بمساعدة كلب اسمه بيكيلز. بيكيلز هذا بيكيلز اللي أصبح بطل قومي في الانجلتير، وهذه الصورة الشهيرة برشا يعني القهوة النسخة، واللي يعني الكلب هذا أصبح عنده شهرة واسعة في العالم من خلال أنه العثور على كأس العالم أو النسخة نتاع كأس العالم. دونك ديما العباد تلوج أنهم يسرقوا الكوب دي موند. اي بالضبط. وحتى كأس العالم النسخة الحالية كانت في تونس تقريبا عندها أقل من شهر في إطار الجولة اللي تقوم بها كأس العالم مع كل قبل كل مونديال. دونك شنو يصير جوستمون باش ما يصيرش نوع من الحقيقة إجراءات أمنية كبيرة والحمد لله تم تأمينها حتى في تونس. الله يجعلنا جر واضحة ما عندناش الحالة هذه. وراو كانت صارت عام 2018 كانت جات النسخة من تونس، وتوانسة تصوروا معاها في القبة وكان صف طويل، لكن الناس توانسة تمتعوا وتصوروا مع الكأس هذه اللي هي التحفة الحقيقة. مرسي بوكو قيس بنين على المعلومات هذوما الكل. دونك ان شاء الله ديسي لا سيمين بروشين تكون عندك يكونوا عندنا معلومات اخرين ونسهلوا عمليه يعني الديبلاسمون للدوحه للجمهور التونسي. مرسي بوكو. دونك مازلنا معكم حتى كش نص نهار فاصل صغيرون، وتو باش نحكيوا على ان ديفيلي، دونك باش نحكيوا على انترناسيونال فاشن شو. دونك فاصل صغير ونرجعوا لكم. انتم تسمعوا في لو ماج دو ويكاند سيزون 9. مع خولة الخلصي على EFM أحلى راديو. جيد في لو ماج دو ويكاند، مازلنا معكم حتى كش نص نهار. بعد شوية نستقبلوا ضيفنا القدير دوك إكرام عزوز. أما تو باش نحكيو على أن ديفيلي باش يصير في تونس، باش نحكيو على انترناسيونال فاشن شو. دونك وبحذايا مدام سكينة رصاص اللي هي مديرة ليكول دو موديس مود. عاصمة شحفيلك، مرحبا بيك. مرحبا بيكم أونكوغ أون فوا. يعيشك. دونك وبحذانا زادة مدام فيرونيك بومون، فوزيت لا ديريكتري جينيرال ديس مود باري. بيانفينو أون تونيزي. Merci beaucoup, on est ravis d'être là. Merci, donc ce n'est pas votre première visite en Tunisie? Non, pas du tout, parce que effectivement, avant d'apprendre la direction d'Esmode, je travaillais déjà dans le secteur du mode et de la luxe, et j'avais le loisir de venir visiter aussi des clients ici. Donc bienvenue donc Véronique. Donc Narki Makinti Soukaina à l'Nesli Bishtefam. Donc Esmode, c'est une école de mode. Donc vous organisez Kolam, un défilé, les filles. احسن لي كرياسيون اللي صاروا في البروموسيون الاخرى. فوالا لي كرياسيون تاع
لي زيلف نتاع 3 سنين اون جينيرال تونس اي سوسا وذكروا لي فما اسم تونس واسم سوسا فوالا دونك حكينا احنا على ليكوليسمون في او مو دو جوان عرفنا عليها شويه على اللي خرجوا من ليكول كلهم واللي هما معروفين ووقت حكينا اللي باش يصير ريونيون انترناسيونال في تونس او مو دو اكتوبر وديفيل انترناسيونال نسميتو انا كيكا خاطر في جو منو لي كرياسيون تاع لي زيلف دو توت لي ايكول دو ريزو Voilà, donc qui va avoir lieu le 12, mercredi 12. Très bien. Voilà. Donc, qui est le réseau, qui est le Barcha Boldé. Donc, voilà, donc madame Beaumont, madame Beaumont, donc je rappelle, vous êtes la directrice centrale d'Esmode Paris. Donc, effectivement, on parle de réseau. Donc, il y a plusieurs pays qui représentent Esmode dans le monde. Oui, nous sommes 18 écoles dans 12 pays, on a 6 écoles en France aussi. Donc, c'est vrai que c'est un réseau riche. En diversité culturelle, en spécificité évidemment aussi par rapport au pays, au savoir-faire. Et c'est très intéressant d'ailleurs de venir discuter pendant cette semaine. On ne s'était pas vu depuis très longtemps, on est content de se retrouver physiquement. Et c'est vrai qu'on va, parler de tout ce qui s'est développé aussi ces dernières années. Et puis le défilé, c'est toujours un moment où on voit justement, on a évidemment un programme commun, on a une spécificité commune aux formations de stylisme, de modélisme. Mais à chaque fois, il y a les savoir-faire locaux aussi qui sont importants. Toujours avec cette image internationale, parce que la mode, elle est internationale. Donc, quelle est l'image que vous avez de la mode tunisienne ? Une très féminine, très féminine, et c'est très important. Très féminine, voilà, très féminine, c'est-à-dire beaucoup de sensualité, beaucoup de travail de volume, beaucoup de mise en valeur, de non seulement effectivement toute la partie tailleur, mais aussi une partie très floue qui est importante. Je pense l'utilisation aussi de matière. Des créations matières également. Et je pense que c'est important que justement on garde aussi cette diversité là. Donc moi j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a beaucoup de travail aussi qui sont faits sur la broderie également. Effectivement, ça, c'est important. C'est vrai qu'il y a de très belles créations par rapport à cette promotion là. Donc même pour la promotion précédente, il y a des élèves franchement très très doués qui sont à Esmode. Je pense que c'est le cas partout dans le réseau d'Esmode. Donc et si on parlait un petit peu de ce défilé là qui aura lieu ce mercredi, donc il y aura des représentants de plusieurs pays. Oui, en fait, bon, il y en a qui malheureusement n'ont pas pu voyager, mais vous avez toutes les écoles de France, vous avez la Norvège, vous avez Jakarta, vous avez l'Asie qui est représentée, notre école aussi du Japon qui est la plus ancienne du réseau international après Paris. D'accord. Et effectivement, vous allez voir, il y a des spécialisations. Je parlais d'une mode spécifiquement féminine en Tunisie, mais je sais qu'il y a évidemment l'homme aussi qui évolue en travail, la lingerie, il y a des mélanges aussi entre la lingerie et le prêt-à-porter qui est très intéressant. Et justement, il y a certaines écoles qui ont plus de spécificités. À Paris, nous mettons beaucoup en avant aussi les savoir-faire de la haute couture. Et il y aura aussi des silhouettes qui sont très, très, très faites d'une façon artisanale, avec de la performance aussi artistique. Donc voilà, il y a vraiment cette diversité représentée mercredi prochain. Donc nous avons hâte d'y être. Donc Madame Beaumont, si vous avez des conseils à adresser aux futurs étudiants ou à ceux qui veulent se spécialiser dans la mode, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Alors, c'est vrai que ce sont des conseils non seulement de quelqu'un qui dirige une école, mais qui a travaillé aussi auprès de créateurs importants, comme Christian Lacroix, Sonia Riquel. C'est vraiment d'être très curieux, de rester évidemment attentif à l'évolution aussi de l'époque. Saint-Laurent disait, ma grande force, c'est d'être adapté à mon époque. Et donc, pour nous, ce qui est très important, c'est le stylisme avec les techniques. Avec le savoir-faire, parce que les plus grands designers sont ceux qui ont su maîtriser vraiment les techniques. Mais en même temps, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec la communication, avec les réseaux sociaux, donc on leur demande d'être très complet, donc d'approfondir vraiment, de travailler beaucoup, parce que ceux qui réussissent, ce sont les plus gros travailleurs. Et de surtout aussi s'intéresser à d'autres domaines aussi. La mode est très très liée aujourd'hui avec des domaines que sont le lifestyle, le savoir-être, le savoir-vivre. Oui. Et voilà, d'être très curieux et une culture générale, de se rappeler l'histoire aussi des plus grands, l'histoire de l'art, et d'arriver à appliquer ça dans leur propre univers, c'est important aussi. Donc curiosité, persévérance. Curiosité, persévérance. Savoir-faire, et puis parfois sortir un petit peu oser, sa zone de confort. Oser, voilà, voilà, oser. Merci Madame Beaumont d'être venue. Donc, ce cas est un changement de la fin.
Donc à mercredi, voilà, qu'est-ce que création Tunis, qu'est-ce que création. Ah, femme barcha. Femme barcha, bon, d'accord. Barcha ou ma ta différents, femme différents styles, différentes, مش كلهم ما ta c'est pas واحده بركه, مش مثلا كوتوري واحد اللي عنده امام واحد, donc c'est plusieurs créations. Voilà. C'est diversifié. Donc نحاولوا donc mercredi نكونوا موجودين, نتابعوا كي العاده تلقاو لي فيديو sur notre page Radio IFM, كان عندكم اسئله تدخلوا على la page donc des modes ou تشوفوا de quoi c'est. قداش ليها اسمه في تونس توا؟ C'est sa 33e année normalement. 33e année pour vous et nous 180 depuis 180 déjà. Oui, 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 c'est la plus ancienne école de mode créée au monde. Donc 180 ans à Paris en France, oui, et oui. Kadé 33 à Tunis. Vraiment chapeau. 20 quelques sous. Bravo déjà, bravo, bravo oui. Soukaina. Donc merci Soukaina. Donc merci madame Moumou. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Donc احنا مازلنا معكم حتى كش نص نهار فاسر صغير ونستقبلوا ضيفنا إكرام عزيز. انتوما تسمعوا في لو ماك دو ويكاند سيزون 9. مع خولة الخلصي على اي اف ام احلى راديو. عسلامة مرحبا بكم من جديد مع هذا الويكاند ومازلنا معكم حتىكش النص نهار. فرحانة برشا باستقبال الفنان القدير إكرام عزوز. عسلامة سي إكرام. مرحبا خولة وسعيد جدا وكل استضافة من اللي فهم عندها إضافة كبيرة عندي. يعيشك, أنا فرحانة برشا اللي أنت جيت بحدينا. دونك ما نعرفش نهار لحد كيفاش تعديه, قيمتك بكري ولا لا, لا بالعكس أنا ماتينال ونحب نستغل جميع أياماتي. ما عنديش نهارك اللي يتفسخ بالقوم بالحق شنو بور ريكيبيري. لا لا لا, أحلى بلادي نهبط ندور نحضر عروض, لانه ثم العروض الصباحيه نتاع الاطفال, ثم يونانيماسيون توا خلطت فين مثلا قلنا خلي الناس اللي تسمع فينا هكا يعني في شارع بي بورقيبه ثم يونانيماسيون قدام المسرح البلدي. اي ابن رشيق في عرض للاطفال. اي دوره في المدينه معناها نحبها. انا كنت مدير مركز ثقافي بير الحجار وكانت الهبطه نتاع نهار لحد تعز عليا برشا, لانه الاسواق فارغه وعبيد قايمه الصباح. تبغيك نهار لحد جو بونس تونس عندها نوك اخرى وبرشا يتقلقوا من لحد العشيه. أي. من الصباح ما سهلش هبطوا له. اي فوالا لحد العشيه تقيل. تقيل اي صحيح, اما الصباح فما حركه شويه. أي. فما اكيد. دونك نتبع الكونسي نتاعك سي كرام. يعيشك. دونك كرام سي كرام, نرجعوا هكا شويه بالماضي خاطر ما حكيتش برشا على طفولتك مثلا. أي. كيفاش كانت؟ بوم معظم الممثلين راهو في بداياتهم الصغر يكونوا دي تيميد. معناها مانيش سوسيابل برشا, كنت حتى في الحومه ما يعرفونيش برشا. نهار اللي نقلنا من دارنا ونعاون فيهم في هزند باش العبيد يقولوا لاخواتي شبيه هذا يعاون فيكم شكونوا. يعني نخرج عندي هكا كنش صغير مقيد فيه شعر مقيد فيه حكم. عندي صحابي خارج حومتي نقعد انا وياهم نفرحوا بك ابدا اول حرف في قصيده والاخر يقرا لك بيت شعري في اخر حرف في قصيده. كنا نلتهموا الكتب ساعه في حكايه المكتبات. انتلكتويل يعني كنت. اي انتلكتويل صغير. اي معناه روبيل بلوز او موا. معناها وقتاش روبيل؟ اي الضربات التلمذيه معناها كنا من المشوشين الكبار. وكنت في الصدقيه ونقلوني للعلويه على خاطر عملت معناها ضربات تلمذيه وبلابز وشعر لباسينه. داكود. يظهر لي الوالد كان استاذ؟ اي كان استاذ وكان مدير ليسي معناها في اخر الكاريير نتاعو. دونك نتصور كان صعيب شوي. لو كونترير معناها عمل بسيكولوجي. عمل دوزون دو بسيكولوجي. استاذ فرنسيه. داكود. وعامل شريعه معناها عمل زاد انفورماسيون وهو كبير قرا شريعه. فشخصيه ياسر سبيسيال خلطت عليه زاد شيف سيرفيس نتاع الاستدي اللي كانت هي اللي تنظم معرض تونس الدولي للكتاب وكانت مكتبه من اروع ما ثم في شارع كارتاج. فكنت نمشي له وكان معرض الكتاب اسمه الكراذن نتاعي انا نتاع الكتب اللي عنده فيها رميز معينه ومن بعد يوصلوني للدار الله يرحمه. فالوالد بصمه كبيره في حياه انا واخواتي الكل. داكور. دونك كان متفتح. كان متفتح وكان يفتح حوارات حتى مع أخويا اللي عمره 7 سنين تلقاهم في نقاش حاد
ما تصدقش انه هذا البو وهذاك الابن عمل لنا انفورماسيون سبيسيال. معناها نتذكر في الدوزيام اني سكوندير استاذ الموسيقى الله يرحمه نور الدين العنابي في الصدقيه حكى حكايه قلت له ربما في السوب كونسيونس نتاعي استاذ قليج منين ليك؟ قلت له سيغموند دو فرويد. ها سيغموند دو فرويد وانت في العمل هذا في العمر هذا اش تعمل؟ وحكيت له اللي تعلمناه من بابا الله يرحمه فك الحوارات اللي نعملوهم معه. دونك خلا بصمة كبيرة في كبيرة اي اكيد. دونك والمسرح دون تو سا يعني كي حبيت تعمل مسرح اسكو شجعك ولا كيفاش تقبل؟ لا كان يعطي لوردر ديما جينيرالمون في نقول الوقت الفن ديما اي اما انا والدي يخوف يقول لك ماهوش دومين. لا انت وغرامك. انا كنت صغير نقرا في الصدقية كان يعطي لوردر لوالدتي باش تساكري نتاع المسرح البلدي لانه كان ثم اسبوع المسرح التونسي كان يتعمل في نوفمبر لو 7 نوفمبر قبل ما تولي لو 7 نوفمبر الحكايه هذيك لو 7 نوفمبر أخرى. مربوطه بخطاب رئيس الجمهوريه 62 لحبيب بورقيبه. فكان اسبوع المسرح يتنحاو الفلوس نتاع تساكري باش انا نجم نحضر. كنا نحضروا النقاشات بعد العروض في دار ثقافه من خلدون مع مضي ساعة ونص متاع الصباح نحن مازلنا حاضرين في نقاشات يعلمونا أنه لو جران أسعد فضة معناها المخرج والممثل السوري باش يعمل لقاء مع مثلثة نكملوا معاه مثلثة الخمسة متاع الصباح نروح ندوش نحضر روحي باش نمشي نقرا في الصدقية. معناها حاجة حلوة ياسر. دونك حكا بدي الغرام بالمسرح حكا بدي الغرام بدي من هالعالم السحري اللي اكتشفته واللي هو اللي عطاني الفرصه نتاع التواصل بجرأة. دونك مشجعك الوالد اي الله يرحمه شجعني والعائله بصفه عامه قبلوها وبالعكس معناها برشا عمق لانه انا في قرايتي عملت الفاك دو دروا لكن الغرام تحول الى احتراف ودخلت الفرقه البلديه وانا عمري 22 سنه اصغر شخص فك الفتره يدخل الى مؤسسه من نوع ذاك وعشت معها معناها مسيرة كاملة. دونك تتفكر البدايات دونك الفرقة البلدية شكون تعتبره يمكن كان المونتور نتاعك هكا اللي هما راهو انا خلطت على اون بيريود رهيبة معناها تلقى عم نور الدين القصباوي تلقى الهدي السملالي تلقى منى نور الدين تلقى لطيفة عطية تلقى وفاة سالم لابون نتاع الماريشال المرأة العزيزة الغالية تلقى محي الدين بن مراد ويا ما دراك لو برومي اللي اكتشف كلاوديا كاردينال وحطها في فيلم شحامة عمر الشريف تلقى معناها قامات عبد اللطيف بن جدو معناها اللي يعرفوا التمثيل معناها من احلى العباد في الالقاء وغيره خلطت على عمر خلفه خلطت على حمادي الجزيري يرحمه في اخر عمره وهو مريض جاء الفرقه البلديه باش يبرف محمد كوكا بشير الدريسي لو جرون عبد العزيز المحرزي فمحظوظ برشا انا ديما نقول انا من الممثلين محظوظين اني مخضرم اي خلطت وانا صغير على قامات من النوع هذا يعني. فماش واحد حبيت تكون يعني تشوفه ولا تخدم معاه ولا بارتاجي لا ميسان شكون أنا اللي عندي أنا شكون فان. اللي بتات قعد لك هكا لا انا فان دي ممثل ما يتعودش في تونس بمواصفات عالمية اللي هو نور الدين عزيزة. نور الدين عزيزة اللي خدم التربيع والتدوير اللي هو عمل فردي إلى الآن المغاربة والمصاروة كي يحكيوا على العمل المونودرامي يتذكروا التربيع والتدوير. نور الدين عزيزة موجودة حتى في أرشيف التلفزة خدم اون ادابتاسيون على رسالة القارح لأبو العلاء المعري خدمها لو جران عز الدين المدني وأخرجها وزير الثقافة السابق روف الباسطي. معناها حاجة نور الدين عزيزة إلى الآن في برشا حاجات في تمثيلي نحس روحي مازلت فان ومازلت متأثر برشا بالكاليتي معناها دو جو متاع نور الدين عزيزة الله يرحمه. به كان ما جيتش فنان شو كنت نجم تكون؟ بصراحة معناها ما تقوليش الدخوة علي عادسة ديك اللي جريس لي ديك على روحك ليه معناها بالحق أنا ما نتصورش روحي معناها ممكن اللي قاعد نعيش فيه سواء مدير دار ثقافة وإلا توا مدير المسرح البلدي ولا غيره معناها خارج الدور الفني روحي منتج معناها فاعل ثقافي لأني من الناس المجنونين بأنه المجتمع هذا لا يصلح حاله ولا يتطور إلا بالعمق الثقافي.
دونك تقعد في الدومين الفني. اي نقعد في الدومين الثقافي لاني نعتبر انه الميدان الثقافي والفني والدرامي هي القطاعات اللي تنجم تمنع بلادنا لو كان نعرفوا نستثمروا فيها. شو مثلا نجم نستثمروا؟ انا نعطيك مثال ابسط حاجه في الهند ما كانش عندهم تجربه معناها دراميه رهيبه جدا. جات الدوله وعملت 10 استوديوهات. 10 استوديوهات في الهند كانوا يوصيوا اللي باش يصور فيلم انه يشغل اكثر ما يمكن استوديوهات، معناها يصوروا على 2-3 استوديو باش تنجم العباد تخدم، الى درجه انه توا تدور العالم اجمع، تدور لافريك، تدور ما ثماش تركينه ما تلقاش فيلم هندي. معناها ولات صناعه كبرى. بوليود نفس الشيء. لتراك لتراك خدموا على المجال الدرامي والفني، شوف وين وصلت انتاجاتهم، معناها وصلوا عندهم اعمال تدبلج الى 57 لغه في الاسبوع اللي تخرج فيه الحلقه. تصور احنا قادرين ان نكونوا هكا؟ نحن عندنا الامكانيات الكبرى، معناها عندنا التقنيين يشهد لهم عالميا، ويجيوا الاجانب باش يصوروا في تونس وصلوا يشترطوا تقنيين تونس، معناها كي تقول فوزي ثابت في الصوت ولا محسن الفريجي ولا يوسف بن يوسف الله يرحمه كان في الكليراج محمد ملص، من اللي عرف يوسف بن يوسف ما عادش يخرج افلامه بدون مدير تصوير. يوسف بن يوسف وعنا طارق بن عبد الله توا في روما وغيره. فبصراحه التقنيين ولا اروع. الممثلين ماكينه ماكينه ان انفستيسمون، كيما صار قرار سياسي رائع في فتره من فترات تونس وقال هات السياحه وتعملت المركبات السياحيه وتصرف عليها من مال الدوله وتعملت تشجيعات، يلزم مسؤول في الدوله يقول يا ربي راهو الأسلوب هذا التنموي البسيط اللي قاعدين نغرفوا منه للي حفاه، راهو يلزمنا نفكروا كيما نخموا في الستارتابور ونخموا في الطاقات المتجددة، نخموا في مجال كبير ياسر الانتاج الدرامي والثقافي اللي نجم يكون مورد رزق رائع جدا في تونس ان شاء الله يا رب ان شاء الله. من الادوار اللي اديتها في مسيرتك سي كرام، شنو الدور اللي تحس اللي اقرب لك يمكن ولا اللي حبيته؟ اللي حبيته هو اللي عمل لو جراند تيكلا، معناه في فتره من الفترات كانت تجربه قداش مني ولا عم فرج اللي هي الفيو نتاع عم فرج، لان وقت انا في الثلاثينات وعملت دور راجل نتاع 70 سنه، كان دور مركب. وكانت هذيك أول تجربة متاع إنتاج درامي في قناة 21 في الكرياسيون متاع قناة 21. وصنعت وقتها ريفاليتي ما بين القناة الوطنية الأولى وال 21 إلى درجة أنه بسبب نجاح المسلسل كي جينا نعمل الجزء الثاني التلفزة الوطنية القناة الأولى اتفقوا مع نجيب الخطاب باش يهبط في حصة مع شقان الفطر اسمها صحة شريبتكم حتى ينافس الجزء الثاني من قديش مني. ورغم ذلك استدعتنا وقتها هيلا الركبي للقول، رغم اللي هبط لوغرون نجيب الخطاب لوديمات كان ماشي القناة 21. معناها نجاح كبير عند المواطنين عند الإعلام بارتو. كان لي حافز أني نقول اللي أنا مغلطش كاخترت المجال وأنا صغير، اخترته عن قناعة وإن شاء الله نوصل فيه بنجاح. معليش ما عاودنيش شفنيك في دور كيما هكا يعني بهالنجاح هذايا. هو راهو الإعادات راهو يلزمها ماكينات. معناها أن تستثمر، نعطيك مثال مثلا من الأخطاء القاتلة في تونس أن ما وزعناش. معناها عندك بنت الخزاف ولا دعب الأخو دهبل وعندك خضرة والكنز وعندك أعمال كانت بالعربية الفصحى كانت تفتح مجال إلى توزيع وبيع في القنوات الخليجية والشرقية والغير شيء جملة. عندنا مؤسسة عمومية بدون عقل، معناها تنتج كما القطوسة اللي تاكل صغارها، تنتج لتقتل إنتاجاتها. في الأخر اكتشفت أنه إنتاجاتها القديمة أفضل من الجديدة، دخلت في معبوكة الإعادات وكأنها معناه بدون فكر، ما تقولش علاش القديم نعاود وينجح والجديد يموت في عامه. تقول معبوكة الإعادات، علاش معبوكة؟ معبوكة لأنه كي تعرف أنت معناه لي زانغريديون تاع التطيب باهي
علاش تعود ديما في المقرونه؟ معناه باهي انك تعود هالمقرونه اما ما تعيشش بها. باش هو سر النجاح الاعادات جوستومون، علاش المتفرج التونسي وقاعدين نشوفوا فيه قاعد يعاود في المسلسلات، شنو السر؟ لانه من الجديد اللي بدعوى انه يمثلنا وهو ما يمثل كان فئه معينه، اما فئه المنحرفين والا فئه المشاكل الاجتماعيه الصادمه، وما فيهوش لا في كوتيديان دي سيتويان. معناها اني انا مثلا تعطيني مسلسل معناها في فتره من فترات راهو طرحت قضايا متاع تحرش بك المسلسل الكبير بطولة فتحي مسلمان سيد الريم وغيره، معناها من أروع ما ثم أنك تطرح قضايا اجتماعية كما الانحراف عند الشباب والحكاية هذيك وقت جعفر والمجموعة في الليالي البيض، راهو ليدونتيفيكاسيون اللي واقع هام برشا ويلزم يمس الطبقات الكل. ما يلزمش ناخذ شخصية منحرف ونبنيو عليها حكاية كاملة ومن بعد نقولوا شبيها العباد استهلكتها وما عادش ترجع لها. راهو الاستثمار في الثقافي، راهو انك تنوع في المواضيع، راك انك تستغل القامات اللي طلعت في فترة وفترات. يا اخي انت عندك برشا من علي الخميري في تونس وما تعودش تخدم بعلي الخميري، عندك برشا من فتحي مسلماني، عندك برشا من معناها دليلة مفتاحي، راهو عندك قامات التلفزة الوطنية فرطت فيهم اللي هي سبب نجاحاتهم. معناها علاش فرطت فيهم؟ قاعدين تفرجوا مازالوا يمثلوا، نشوفوا فيها رارمون رارمون، لانه انا نعتبر التلفزة اللي وصلت تنتج في رمضان 13 عمل، تلقى روحك السنة تخلط تعمل واحد ولا زوز، لانه مؤسسة بدون استثمار. معناها ما تبيعش، ما تسعاش لانها تطور امكانياتها، عندها المال العمومي اللي يتعطى بسبب القصانة متاع الضوء متاع الستيج هذاك بيدو، كان المسلسل يتكلف لي انا ب 500 ولا يتكلف لي ب 4 مليارات ونص، كنت نعمل في 13 ولي نعمل واحد ولا زوز. دونك شنو يلزم باش نرجعوا كيما يلزم؟ شو انا ما نخبيش عليك، التلفزه اللي توا خرجت بلاغ باش تعمل في رمضان السنه هذا عام اخر ضاء. انت يظهر لك مخر توا؟ لا، انا بالنسبه لي وفي رمضان على الاقل جاء العيد، ما بعد العيد يطلع بلاغ باش نعملوا عام الجاي. رانا قاعدين تقول ما في بالهمش اللي ثم رمضان. النهارين نسألوا في جماعة قال لك كيف باش ماناش لاهين خاطر نحضروا في 17 ديسمبر. اي ثم واحد يحضر 100,000، اللي يحضر الانتخابات تاقف تلفزة ما تحضرش رمضان. اللي منطق قاعدين نخدموا كالوجور لوجور وكم تاع نفيقوا قبل بشهر ولا شهر ونص وقولوا يا رمضان شعمنا بليش كون عنده حاجة نشوفها. قبل ما كانتش هكا؟ لا لا، قبل كان ثم اولا لجان قراءات حقيقيه كانت تقرا ويصير بلاغ ويقرا. سامحني ان كل كلمه نوقفك عليها، لجان حقيقيه اش معناتها لجان اللي تواكي؟ اي خاطر انا ما هو صارت لي اشكاليه مع التلفزه، فاكتشفت انه 30 مسلسل قدموا في قالب بلاغ ما قراوا منهم كان اربعه. معناها ثم اون سيليكسيون تتعمل خارج. قداش فيها اللجنه؟ اللجنه فيها خمسه مختصين وباهين، معناها طاهر بن غذيفه ومحسن بن فيسه وغيره، لكن هاللجنه هما باهين. علاش ما خاطر تعطيهم اربع بركه من 30؟ انا معناها ما عطاهمش الكل؟ لا ما يعطيهمش الكل، عطاو اربعه لانهم يحبوا يفضلوا اربع معينين ولا زوز معينين، يحبوا يوجهوا اللجنه الى انتاجات عندهم بها علاقه خاصه. شو راهو الفساد؟ هي معناها عدم مراقبة وأسلوب عمل. راهو من باب الوطنية أنك تقرأ حساب الشخص اللي مسكين يطبع وصارف من مكتوبه ويكتب وبيت الليل يصلح، يقولك بالكش اللجنة يعجبها مسلسلي ثم لا يقدم لها مسلسله، راهي جريمة عندي أنا، جريمة كبرى. معناها أنه مجهود فكري وشخص فرحان ويكتب ثم لا يقدم للجنة من أصله، لأنك عندك تفضيلات أخرى وعندك حسابات أخرى. والعدم النجاح ولا
التخلف على ركب راه وليد ممارسات، ما ثماش حاجة كيكة جيت باش نعمل يا أخي ما خطفتش، ما هيش محاولة بتاع هذه. خلطنا التجارب معينة وخلطنا حتى شكون فينا خلط للعالمية ولو مطلوبين، معناه الأسعد الوسلاتي كي يطلبوه في مصر باش يخدم، ولا ولا مجدي السميري اللي عامل مع نتفليكس وغيره، معناه بلاد شوقي الماجري الله يرحمه اللي مات وما عملش حاجة مع التلفزة التونسية. شو راهو ما نحبش نحكي بالحقد هذا، لأنه بصراحة البلاد اللي ما تعرفش تنتفع من كفاءاتها وولادها بسبب حسابات ضيقة وقيت باش يقف هالشي هذا. دونك نحسك ماكش متفائل للموسم هذا يعني للموسم هذا. أي أنا 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 متأكد أنه راهو تشخيص المرض فرصة لأن نداويه على قاعدة. أنا صوتي واللي قلته حتى على الاستثمار في المجال الدرامي والثقافي والفني ما زلت نعيط ونصيح ونقول هل من مستمع راهو ما ناش طالبين حتى شيء لنا نحن. راي البلاد هذه أكثر أرض خصبة في العالم، أما هات نعرفه وهات نسمع بعضنا مليح، وراهو كي تسمع في ميدان النقل ناس مختصين يحكيوا على حلول الدوخ تقول واش يحط وزير نقل إذا ما يسمعش العبادة ذومة. نفس الشيء نحن أهل مهنة عنا فوق من 40 سنة وخلطنا على نجاحات وفهمنا حاجات، اسمعونا راو من طالبين لأشخاصنا حتى شيء، راو نحبوا البلاد هذه تنجح. دونك اسمعونا اسمعونا. فاصل صغيرون ونرجع نحكي معك، نحكي على المسرح البلجي دونك اللي هذا هو زيدا مش جديد متاعك. دونك نحكي مع المسرح، فاصل صغير ونرجع لكم. كان جاوك لاكتواليتي سبور الميديا واخبار النجوم، عندك مشكل وتحبنا نعطيوك حلول، وكانك مراه مغرومه بالمرشي والكوجينه وتفركس على الضحكه البنينه، راهو جوكم هو جونا. تابعونا الاثنين للجمعه من 10:30 نهار في جونا ديزدوز مع يوسف البحري وبقيه الاكيب. مع جونا ديزدوز اضحك العب وفوز على اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعوا في لو ماك دو ويكاند سيزون 9. مع خولة الخلصي على اي اف ام احلى راديو. دونك الحديث معك شيق سي كرام عزوز، ميرسي يعيشك ونورتنا. دونك نحكيو شويه على المسرح، مش شويه برشا، نحب نحكيو برشا على المسرح البلدي. دونك انت مدير المسرح، مسرح البلدي، نعتبروها حلمه هذه تحققت ليك؟ ما نخبيش عليك كنت خايف منها وكنت نرفضها قبل، لانه بصراحه مسؤوليه كبيره، لانه كي تعرف انه المؤسسه عمرها 120 سنه وانها هي لا بونبونير دو تونس، معناها أهم معلم موجود في العاصمة. بس فمش عبد يدخل هكا أول مرة المسرح البلدي وما رهبة كبيرة، الزين اللي فيه تاريخ كبير راهو، أعرف محطات ولا أروع. هذاك علاش نحس بالمسؤولية والشعور بالمسؤولية. اللي يسمعني قبيلة نحكي يقول هذا متاع واحد يربع يديه ويحبط، أنا العكس. على قدر ما يكون رأيي في حاجات كما هكا معناها يلزمنا نعمله، على قدر ما كي نقبل مسؤولية نحاول نكون من الناس الفاعلين بشكل جيد. فمشكورة بلدية تونس من يوم تعييني صارت أشغال حلوة ياسر في المسرح البلدي. الأرضية اللي عليها الكراسي من سنوات ما تمستش، كان حتى حالتها معناها مخجلة. تغيرت الأرضية، زادت دي تابي روج في الممشى متاع المقاعد، وقع دهينة المسرح البلدي، الليلوج دارتيست، ثم أشغال أخرى متاع كليماتيزاسيون توفى في جانفي، ثم معناها ثم برشة جديد إن شاء الله على مستوى الصيانة. وألف شكر لبلدية تونس اللي تكلف صيانة كما هكا تتكلف، معناها إلى حد الآن الأرضية 137,000 دينار. عندنا أشغال ما يقارب 500 واش هي اللي بتشتكمل إن شاء الله آخر جانفي. ثم رافعة متاع ديكورات أيضا
لابد من إعادتها وصيانتها بشكل جديد. ما نخبيش عليك راهو معلش خليني هالي نوصلت للحالة هذه مش كان يبدأ فما انتروتيان ديما هكا هي من 2017 صارت الأشغال ورجع المسرح البلدي بعد غلق لكن من 2017-2022 مهما كان معناها أكيد باش تصير حاجات يلزم صيانتها وأنا ما نخبيش عليك معناها في طنبك الأزمة المالية أنك تلقى مؤسسة كما بلدية تونس مستعدة مع الثقافة مع اللي صار في الكوفيد مع الكوفيد مع كل شيء وعندها الرغبة أنها تحط 500 واش في معلم كما هكا معناها ثم شعور اللي هل مؤسسات هذه يلزمنا نحافظوا عليها لانها وجه البلاد لازم دونك اللي حسيناه مالوغوزمون با مش مالوغوزمون ولازم اما مع السيتي دو لا كولتور مع مدينه الثقافه دونك ا مومون دوني المسرح البلدي كان هذاك هو اللي عنده اشعاع وكل ايفينمون يصير لي جي سي سي كل شيء يصير فيه ملي ولات فما مدينه الثقافه كل لي ايفينمون المهمين الكل ولاو غادي هو يلزم الواحد يقراها بمعناه بايجابيه ما قلناش خايف اما زي انا فرحت توجدت مدينه الثقافه لانه نخرج لعده بلدان عربية معناها في مهرجانات وكنا نحشمو أنه معنا كان المسرح البلدي معناها ريت شكل المسرح البلدي اللي عنا كيفه في صفاقس وسوسة فقط في دزاير ثم ما يقارب 48 مسرح جهوي بالمواصفات هذه يشبه المسرح البلدي معناها تحفة من نوع ذاك دونك عنا واحد برك عنا واحد برك في تونس العاصمة فكي تتوجد المدينة إضافة ليه هو به أما حسنا فما ديزيفينمون معناها ربما ولا كوميرسيال أكثر نفضلوا أنه صحيح موجودة يا ثم معناها كما قلنا لرعاية المسرح البلدي وصيانته ثم إمكانيات مادية يلزم تتوفر فصارت للوكاسيون متاع المسرح البلدي لكن يلزمنا زادا نقراو باي الثقافي في هذا الكل وهذا اللي باتفاق مع السيدة رئيسة بلدية تونس والكاتبة العامة ورئيس ديوان صار حديث على احتضان تظاهرات ثقافية على احتضان العروض الأولى لمراكز الفنون الدرامية ما شاء الله ولا عندنا 25 مركز فنون درامية في مستوى راقي جدا وينتج في أعمال رائعة وتاخو ملاحظة حسن جدا من وزارة الثقافة وعندنا صندوق الإبداع الأدبي والفني اللي خرج في أعمال أولى بإمكانيات كبرى عندنا أحداث ثقافية لابد من احتضانها فنحن توا مشكورة مع البلدية مع المجلس البلدي قاعدين نشوفوا في فورمول لاحتضان هالتظاهرات هذه ولتكثيف تواجد عروض الأطفال في أيام الأحد لأنه زاد العادة متاع هبوط البو مع أولاده اللي فقدناها ويشربوا قهوتهم معاه ومن بعد يدخلوا لك البونبونيير الحلوة المسرح البلدي نحن قاعدين بعض المدارس والمعاهد يطلبوا منا زيارات ميدانية للاطلاع على المسرح البلدي ولكوليس متاعه فهذا الكل يخلق عادة مسرحية عند أولادنا وعند شبابنا وعند كهونا قاعدين نخدم عليها إن شاء الله هذا جزء من البرنامج اللي ما نخبيش عليك ربما ملامحه الكبرى تظهر ونتائجه الكبرى تكون في برنامج موسم 2023-2024 لأن قاعدين ناخذ في التراو مارش قاعدين والحمد لله عندنا برمجة ديسمبر كاملة عندنا برمجة نوفمبر كاملة أكتوبر زادة ثم برشا طلب ثم برشا أحداث ثقافية جميلة جدا باش تصير إن شاء الله في المسرح البلدي وبدأت تخرج أخبار إيجابية لهالروح جديدة إن شاء الحمد لله الحمد لله سافي بليزير دونك توا أنت كمدير أسك وليت تفهم ساعات علاش فما عروض يمكن نقول لهم لي تقالك نهار لي ولا لزملائك خاطر تتبدل يعني لا فيزيون دو سبيكتاكل يمكن تتبدل ملي كنت أنا من 40 سنة دخلت من الباب الآخر أنا معناه منظم عروض وندخل كممثل على الركع فاللي كنت نحسه غير عادي نحب ناخو زادة لبلاس دي زوتر نحب نعاونهم في أنه نخلقوا هالمعادلة ما بين مصلحة المؤسسة كمؤسسة وما بين نوعية العروض اللي يمكن استقبالها والحق لقينا برشا تفاهم من بين هالعروض الصاخبة
ثم آلة سيقع معناها شراءها تقيس حدة الصوت للمراعاة المعلم. هذا اللي صار عليه بوليميك عملي ولدونك كما نذكروا للناس اللي برشا بالتبعتها وقت اللي انا انتردي ان سبكتاكل متاع مزود في المسرح البلدي جستمان على حكاية الصوت. دونك هل بش يكون فما مزود السنة في المسرح البلدي؟ هو راهو لن يكون هناك مزود، ستكون هناك عروض ثقافية. معناها المزود في مفهوم آلة راهو ماهيش محرمة، راهو المزود عند البريطانيين من أهم الآلات الرسمية في الثقافة التقليدية البريطانية. حتى في تونس معناها ثم فن الزندالي وثم التاريخ وثم مطربين ولا أروع عندهم تاريخ معناها في الاندرغراوند الكل في تاريخنا من الستينات وانت راجع كان متحملوا المزود. فمش في حد ذاته المزود، لكن أن يكون عرض ثقافي متكامل معناه ما نقلش أنا حتى في العروض الوترية ما نقلش برنامج متاع حفلة متاع عرس في سطح إلى المسرح البلدي بالعاصمة. فلابد أن لقادين المطالب الكل متاع العروض يقدم معها ملف فني لإدارة المسرح البلدي وثم لجنة مشكورة من إدارة الثقافة البلدية ومن لجنة الثقافة البلدية وإدارة المسرح البلدي تنظر في الملفات ونختاروا في العروض الثقافية. لأنه يعني المسرح يكون يعني عرض ثقافي، يجب يكون فما أم بلس يعني. أنت إذا كان علي سعيدان كتب على الزندالي وعلى أدب السجون اللي هو مبني على المزود وتعمل مشروع تابع صندوق الإبداع الأدبي والفني تخدم على هالمادة، هذه النوبة النوبة اللي هي مشروع ثقافي رائع جدا. فكي يدخل بآلات وامور وقولوا له لا لأنه معاك آلة محرمة اسمها المزود ما يجيش. أما عروض ثقافية مرحبا بها. دونك عروض ثقافية مرحبا بها. نحكيو على جديدك، نحكيو على زوج مسرحيات. دونك ليلى معومة دونك في الإخراج نلقاو جميل مديني. كيفاش تجربة رائعة جدا. حكينا على جميل المخرج محسن بن فيسة وجمال المديني، محسن في النص وجمال في الإخراج. في أيامات الكورونا هكا صارت بربيشة اسمها الفنانة اللي ما خدمش جستمان بانك هو يحكي على الكوفيد وقت على بريود الكوفيد الفنان في الكوفيد وجيعته الفنانة اللي هرب من عائلته لأنه ما عندوش لبش يغطي مصاريف لبش يقف مع العائلة، فمشى المسرح يخدم على عطيل وهكايا ويعيش مع أحلامه الوردية واحد حتى يصطدم بالواقع وتجيه زوجته المكان التمارين مراوحة ما بين الكوميديا وما بين الموسيقى، لأنه لبنان عمان زاد ما شاء الله صوت رائع وغنيت فيها بشكل رائع جدا. ثم العمل التجريبي شيئا ما اللي عندي مدة عليه معناها كنت سعيد بصمة حلوة من جمال المداني أنا ولبنى ومحمد علي المداني على الركح، تعملت في برشا عروض في أنحاء جمهورية ولقد استحسن جمهور وأحلى ما فيها أنه العباد تفاعلت مع معناه بعض المشاهد إلى درجة أنه معناه تحس الدموع في العينين على أساس أنه خدمنا على الكوميديا السوداء وخدمنا على 350 اللي حبوا يعطيوها في فترة من فترات وعمل ملف وصب المسرحية هي موجودة معناه ديما لأنه وجيعة ما تنسيش مازالت ولا ست أنكور دكتواليتي. وفما مسرحية أخرى بيانسو ونلقاكموني مع فنانة سيدة الشاشة والمسرح ولا وانت سميتها في من الأول سميتها من العبيد اللي انت فرح يعني قابلتهم من ديبيوت كارير. دونك سيدة مني نور الدين نحكي على وحلة. أنا ميمة معناه لأني أنا ولد الفرقة البلدية وولد عم نور الدين معناه وعندي علاقة خاصة جدا بالعائلة الماجدة هذه نحبهم وعلاقتي بجميع أفراد الأسرة. فبصراحة نهار اللي كلموني قلت لهم أوكي قبل ما نخمم إيش باش تعملوا، لأنه العودة للركح مع السيدة منى نور الدين عشت معها برشا تجارب كنت سعيد جدا. الوحلة معناها إخراج يسرى قصباوي بنت عم نور الدين القصباوي، مشروع انطلق من معناها فخ لرجل وحيد، إن أدابتاسيون عملتها اسمها الفرجاني. كيفاش تجمع ما بين العمل بوليسي وكوميدي
ودرامي شيئا ما في بعض المشاهد. وهذا جديد في عمل كوميدي بوليسي أي. درامي في سور سين دو باروك. انا كنت سعيد وعملنا عروض ولاقت استحسان الجمهور. سؤالي اللي خليني نلقاهم بروغرامي في المسرح البلدي هذوما زعما زوز نجموا اي ان شاء الله. اما لو 29 ديسمبر هو عرض الوحله معناها جايه لمحصل مع السيده منى نور الدين في المسرح البلدي ان شاء الله. في المسرح البلدي دونك لو 29 يكون اول هذا اول رونديفو تاعو منو في برمجه المسرح البلدي. في المسرح البلدي ان شاء الله. ميرسي بوكو سي كرام عزوز نورتنا اليوم يعطيك الصحه. ما يتحسش الوقت معاك ما شاء الله عليك. وشكرا لي فيم على الطاقات الحلوة الشبابية مرحبا اللي كل مرة تسعدني في لقاء معها. يعيشك. ميرسي بوكو سي كرام. يعيشك. شهية طيبة الناس الكل. دونك احنا انا نقول لكم بون ديبيوت سومان لكم الكل. ميرسي الناس الكل. بسلامة.